الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت قبل الوضع حاضر. احنا بقينا نبيعه ب80 لحد 100 شيكل، كنا نجيب المرض قبل الانتفاضه، فكان الواحد يعني لو كله 80 شيكل يدفع، بس اليوم لو كله 50 يقول لك لا مش جاب فيه. بس احنا بالنسبه لنا يعني واعيين الظروف كثيره، يعني انا بالنسبه لي ببيع مي وحابب تيجي المي. مع ابراهيم ما في مجال ثاني، يعني شو بدي اعمل؟ يا باخذ يا ما فيش. وانت المخبز كيف بتاخذ كل جمعه كل يوم ولا كل قد ايه؟ والله انا لما يبقى عندي التانك باخذ تانك، بس في مرات بتوصلني المي مرات لا، يوم ما توصل بكون الحمد لله، يوم ما توصلش بدي اشتري مي او بروح اعبي من بير مي. ايوه انا بعبي بالكلام. طلعنا المستعمره يوم ساعه هسه المي عندهم المي. واحد يهودي بيشرب كدكري، واحد مستوطني بيشرب كدكري، قريه 4000 نسمه بتشرب كد واحد يهودي. شو الدعوه؟ ليش؟ وين مش حرام؟ ما فيش مي نتغسل ولا في مي نتحمم، كل اسبوعين بتحمم مره الواحد من كليه المي. والله حرام. وعلى اليهود بده الواحد في اليوم بيجيب 200 متر مي يوميا. بوقف المطور برجعوه، مره بيكونوا نفسه شتر، مره بيكونوا يعني في شورت، او المهم في حجج كثيره. الشبكه قديمه، العصر الاردن قديمه، يعني قديمه لم تجدد. بعدين المي اللي بتجينا خلي الناس بيشفطوها وبيجيبوها بالتراكتورات، مع الاسف لو بدنا نيجي نفحصها اكيد المرض فيها. المشكله اللي احنا بنواجهها واللي مش قادرين على حلها، لا احنا ولا اللي اكبر منا ولا السلطه نفسها، اللي هي ضخ المي. ان كفايه للبلد ما في. الموظف معه انه يضخ في اليوم 1000 متر مكعب مثلا، ممنوع الضخ 1000 متر الا 1000 متر. المستوطنة لازم تعطيها 10000 متر في اليوم. استني غلط، استني ارفع شوي، ارفعي. ايوه خلاص. من سالم؟ من حاجز سالم. ايوه هاي المية المجاري، هذي هاي المية، هذيها ماشي. معسكر سالم مبني على أراضي زبوبة. للأسف الشديد المجاري بتاعت معسكر سالم بتيجي على العيون السطحية لقرية زبوبة، وعددها 7 عيون، وهي مشكلة بتواجهنا. عملنا فحص، والفحص بين انها المي هاي ملوثة، بيشربوا منها. نعم لا ابعد عنها هون لك ورا. السلام عليكم. عليكم السلام. عم بتعبي مي؟ بالعافية عمي. عافية. بس المي مش نظيفة. لا نظيفة. كيف نظيفة؟ تحت الفحص أحسن من غيرها، يعني بدك تقول أحسن. يعني نسبة التلوث فيها أقل. أحسن من غيرها. وقديش بتبيع التانك؟ 15 شيكل صاروا مجاريهم وشخايخهم يزحون علينا. شو نعمل؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. تنك التسبية لما تصير أزمة أزمة كان 100 و120 ومرة اشتريناها 170. بس تقدر تدفع إيديك هسه الوضع حاضر سيء هسه عشان فيش في انتفاضة ومش شغل وتعرف الأيدي العاملة كلها واقفة وفيش يعني بالمرة. في مشكلة بتواجهنا الثاني والرئيسية يوم يوم بيعملوا مناورات وتدريبات بعيد عن الدور أبو 200 متر. الليلة هاي بجوز 3 ساعات وهم يعملوا مناورات، والشيء هذا بيزعج الأولاد وبيزعج الأهالي.